سونين. منين؟ من سونين. وين هي؟ آه سونين هذه البلاصة هذه عين مستير متابع رفرف سونين. يقولوا ولد البحر عوايم. صحيح. من قديش عمرك وانت تجي البلاصة هذه وتنقز؟ ملي تولدت وانا لهنا. نقز. لا نقز عمري 8-9 سنين. أول مرة وأول شعور حسيت. أول مرة ضربني ولد خالي بساق جابني في الماء. ها. قعدت نقز. انت هابط. ما في الأول مرة بطبيعي خاف أنا ما نخافش. أما تو ما ماذا بيا نطلع في الهليكوبتر. أصل في تونس ما عندنا شكون يشجعك. برشا حاجات تو يشجعونا كي مشيت لنا الحبس هكا هو الحاجه الوحيده ديجا كلكم قاعدين تشوفوا معايا تاخو مرة تشبع حبس ما فماش خدمه شو تحب تجيب صغار يضيعوا تجي تتكلم تطلع انت يطلعوك انت يسيبوا معناتها شو تحب نقول لك الكل اللي في قلبك اللي باش نسمعوا توا تحكي لي اوكي تجي تفرغوا في التنقيز وفي البحر طبيعي نحطوا في البحر مغرومين احنا نهبطوا نعوموا نقزوا نقز لك بلاصه تخوف اكثر اللي نقزوا راهي تو تطلعوا للسبيطار تو نحط معاهم مختار والله اي بلاصه تحب عليها نقز معاهم نقز من قنطه بنزرت عملوا لي محاوله انتحار ليه استنيني استنيني خلينا نشوف التاتو اللي عاملو يا سامي بنتي شنو يارا وربع هذه يارا وعندي وحده ربع هنا هذه كتاتو جبر لا لا ما فهم في حرف اف اسم العزوز امي ان شاء الله ربي يفضل هي عايشك قلت لي تاخو مراه تحطك في الحبس بلاد ما تصلحش يهاو انت عندك مراه وزوج صغيرات و... عندي زوج صغيرات برك ربي يفضلهم لي وان شاء الله الحاكم يقف معي ويعطيهم لي كاو علاش بيك ويني مرتك مطلق كاي شاب تونسي مطلق وين كنت كنت في الحبس علاش على النفقه خلص انت نفقة صغيراتك اللي تحبهم خليوني نخدم تو نخلص شكون يخليك تخدم اين كم مثلا هو مش حتى تحب تخدم هما في تونس لهنا تو الراجل ولا ارخص من شلك لا حاشيك وحاشا رجال الكل اما ساهل بالطبيعه ما بالنسبه لنا انا كراجل ونشوف الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه معناتها الناس كل اي راجل يشوف فيه يعني يحل فمه وياكل تريح هكاو شو شو نقول؟ قداش عمرك تا؟ عمري 39 سنة 39 سنة ما زلت كي خرجت من الحبس على النفقة ما زلت كي روحت من الحبس على النفقة كنت بقضية أخرى نهار تلي بعثتني الحبس بقضية روحت منها بعثت لي خوها طلعني للحبس للسبيطار من السبيطار قالت روحي له شرشي على النفقة خذيتوا بعضكم عن حب والله يسلي هي كان قضية أنا عاشر حتى باش ما نكذبش نقول حبيتها أنا عاشر خاطر العشرة خير من الحب جاوبني على قد سؤال عرفتوا بعضكم حبيتوا بعضكم عرستوا ولا ما فهمش راجل يا اخو مراه ما يحبهاش يكذب مين الحب اي والله هي حبيت وحبوسيت ونفقه لا لا مو فما برشا بنات ما يحبوش اللي الراجل اللي هني نحكي مع قد قد فما برشا بنات ما يحبوش الراجل اللي يعني يحبوا كان يكذب عليه انت تخدم نخدم تصرف عليها هاكا ربي يعلم مش نقول لك العباد برك هاكا ربي يعلم حتى من الحاكم يعرفني انا شنو شنو تحب تقولها انا نقولها ربي يهديك وان شاء الله تكون هي تكون درس لبرشا بنات كي باش يسمعوا عليها شنو اللي صاير لها حتى انت كي تشوف زوج صغيرات بنات ولاد هاك تشوفينا نصلي على النبي اما البنات خشاشر صغار الطفله تو كيما نقولوا تمشي تحب تطلق ولا تتعارك مع راجلها اول كلمه تقولها تقول خلاني جيعانه في كرشي يضرب فيا وهذاك هو الكلام من برشا بنات اما وقت اللي يوصلوا للصحيح شنو باش نقول لك؟ انت توا مرتاح؟ مرتاح على خاطر شي هي مش بحذايا مي انا مانيش مرتاح على خاطر شي بناتي ضايعين انا بنتي نهار عيد جات نكلم فيها بنتي تسبني انا مثلا تقول لي موني قلت لك ما عادش كلمني انت راجل معناتها تجيب الصغار في الاخر امهم تقول لهم ما عادش كلموا ابوكم شنو تحب بناتي رافيهم مع البرينيه وانا ما نجمش نكلمهم بناتي وتحاول الحاكم يقول لك كيفاش تضربها جيت تحكي معايا يطلعوك يطلعوني انا الحبس هاني كنت في الحبس زيدوا بعثوا لي يعني وليت مولف في الحبس باش نكذب عليك برشا شباب مولفت بالحبس على خاطر شي هما يحبونا هكاك
تحب نعيش راجل، نحب نخدم. ها ما خشاش مامش ولاد بلاد، وانا مجموعه رجبل. ها هما يعرفوني في رجبل، ريتوش عليا حاجه، نخدم على روحي الحمد لله يا رب. ها مكفروخ ها وقد ولدي، ها هما سلم تيقولوا لك نعيش راجل. هم نجي تحكي معاه تقول لك يتكيف الزطله. صح سي مهدي، تتكيف الزطله؟ ما تكيفش، تكيفت قبل ضربت 11 سنه تكيف فيها كل يوم. ها فماشي فماشي غشي. طلقت ماش تكيف؟ لا من قبل ما نطلق انا من اللي عرفتها بطلت الشرب، حتى شرب ما نشربوش، رجعت نشرب في جرتها هي. مازلت تحبها؟ لا والله لا، يكذب عليك، نحب واحدة أخرى. صغارك؟ أي صغاري نقعد حياتي كاملة عمري ما سلى فيهم ولادي. تسامحهم على الكلام اللي قالوه لك؟ بالطبيعة يا أخي، غشير صغير ما تنجمش تحكم عليه. ربي يهديهم وإن شاء الله يمشيوا، إن شاء الله يعطيهم وقت طيب. بالنسبة لولادي أنا هما باش يتفرجوا فيك كلمهم. أنا نقول لهم راني مانيش غلط معكم بنتي وراني نحبكم وعمري ما خلي بكم، ما لا غالب الظروف الظروف وان شاء الله ربي يهدي اللي كان سبب. هذا اللي نحب نقوله. والله رساله باهيه للصغيرات يكونوا بنات صالحين وكاو، هذا اللي نحب نقوله. قداش عندك ما شفتهمش؟ انا عندي شهرين وجمعه ملي روحت، حتى كي راهم ما يكلمونيش. شو تحبني نقول لك؟ قابلهم يسكنوا معايا فرد حوم. انا نسكن ما يكلموكش؟ ما يكلمونيش. أمه منبع عليهم بنتي الكبيرة قالت للعزوزة، قالت لها راني ميمة راني نحب نجي، أنا كي نجي أمها حاطة عليهم عساس ياكلوا طريح. هاكا عندها هيك، أنا راني مازلت راني روح عندي تعرف قداش عندي جمعة ونهارين نحيت كف تفتيش. تخلص توا في النفقة ولا؟ أنا مازلت كي نحيت راني نخدم تو باش نخلص. أما نحب نخدم خير ملي نخلص، أنا نعطيها الفلوس تمشي تحطها مع اللي ما يستغل. قداش النفقة؟ قداش النفقة؟ حاكمين عليه 650 ألف في الشهر. مالا نخدم عامل يومي نخدم، حاكمين عليه 650 ألف. ها شكون لك؟ هي عندها شكون؟ أنا عندي وكان ربي سبحانه. تحب تاخذ بناتك عندك؟ وش خص يا ربي والله؟ نحب ناخذ بناتي، مالا ما نحبش ناخذ بناتي. علاش كي راه غشير أنا في التلفزة نقعد نبكي عليها؟ ما خاطرش نعرف أنا بو نعرف. تحل توا مع بناتك وما عادش نعرف. مع بناتي ان شاء الله الحاكم هو اللي يا اخي شكونش يعطيك الحق. شو العلاقه بين الاب وصغاره؟ ما لا يدخل فيها لا حاكم ولا حتى انسان، هو البو يعرف كيفاش يخلي علاقته بهي مع صغيرات وكيفاش توا باش ترجعهم وترضيهم. باهي انا قبل ما نطلق امهم في النهار بو في الليل ام، وهما يقولوه لك الحديث، معناتها نخدم في النهار نروح العشيه نلقى بناتي جوعه. بابا ماما طيب لنا جيعاني، انا نطيب وانا نغسل لهم وانا ندوش لهم سامحهم دنيا واخره. ان شاء الله ربي يقدرني، ربيكم بالحلال من ربيكمش بالحرام. وهم ولاد بلاد سوانا كل يعرفوني والله ربي، مش نحكي خاطر شي باش يراو انا لين نموت، اما ولادي نربيهم بالحلال ما نوكلهمش الحرام. لا ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديهم تو يكبروا ويعرفوا بوهم. هما قداش مازالوا صغار تو ربي يهديهم ويعرفوا الغلط من الصحيح. يا اخي اليوم كنا كي كنا صغار، انا بابا 25 سنه بعيد عليا في فرنسا وتربينا الحمد لله. الصغيره فينا كي روح لقاها بولادها، ما جاش قالوا له ولادك بيهم عليهم الحمد لله. روح جا قال لقى الراجل الراجل واللي المراه المراه. وقت باش تعاود تعرس؟ ناخذ ولادي وبعدك اخم في العرس. واللي تحبها اش عملنا فيه؟ يا عشبين حبها كانت تحبني تضحي معي تصبر شوية شنو المشكل؟ كان بنتصل ما يقول لك اللي تحب تهز معك وظن القف، معناتها تحملها معك حلوة ومرة. هما بنات الأصل يعرفوها كلمة حلو ومر، حلو ومر لن ينفع العمر، يتبعوا الكبارات نتاعهم. كان حرة تعرف من حمل الكبارات نتاعها من أمها وأبوها و... إن شاء الله ربي يهدي وإن شاء الله الحاكم يغزلنا بعين الرحمة الزويولة. من الاخر والله راني خدام عامل يومي، حاكمين عليه 650 الف عليه. جي تحكي معهم يطلعوك الحبس. والله مش انا تعب، انا ناكل ونشرب هذيك. هما كرم يفهموها، رانا احنا اللي طلعوا فينا على النفقه بالذات، رانا غادي ناكل ونشرب والله بالحق. اما متعبين عزوز ام الواحد اللي تعبوها ام وبوه، ولا كزوز صغيرات اللي ضيعوهم لي انا. والله الحاكم ضيع لي ولادي، مش هي برك، حتى من الحاكم عنده دور. تعرف لواش؟ على خاطرك شو كان من الاول حكم، مش انا لا اوزلي لا حضرت في الطلقه، لا حضرت في الجلسه نتاع الطلاق، لا في الجلسه نتاع الصلحيه ولا حد شيء. حكم علي 650 الحبس نفقه، وحكم وبعثوني بعام ونص حبس، مازلت كي روحت منهم وكاو.